مستمرين معاكم كل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. اجواء خاصه ومباراه غايه فيها الاهميه، فريق الهلال السوداني والنادي الاهلي على استاد السلام. ان شاء الله كل التمنيات للفريقين الاحسن، ان شاء الله يكون موفق في هذه المباراه. لكن سريعا بينضم لي طبعا المدير الفني الكابتن صلاح محمد ادم. مرحبا بك يا كابتن صلاح، ومباراه قويه وليها استعدادات خاصه بالنسبه لكم، واستعدادات فنيه واستعدادات نفسيه ايضا كمان. لو بتكلم على الجانب النفسي، قدرت تتكلم مع اللعيبه ازاي؟ تحفيزك ليهم كان ازاي؟ لان حضور 15000 مشجع يبقى امر اكيد يعني عبء شويه على فريق نادي الهلال السوداني. 15000 اخواتنا يعني، ما فيش مشكله، هيشجعونا ان شاء الله ال 15000. لا يعني مجرد اللعبه امام الاهلي نفسه حافز للاعب، لعبه من فريق كبير صاحب تاريخ مثل الاهلي، وفي حد ذاته تحفيز للاعبين. هي من المباريات المدير الفني ما بيحتاج للحديث الكثير فيها، باعتبار انه اللاعب اصلا مهيئ لانه يؤدي افضل ما يملك. كمان فوزكم على فريق بلتانيوم اكيد مدي دفعه كبيره جدا للاعبين، ومدي دفعه للمدير الفني. المجموعه صعبه، والمجموعه اكيد ما نقدرش نقول مين اللي يقدر يصعد، لان كل المباريات بتخلص على المستطيل الاخضر. تتفق معايا في هذا الكلام ولا لا يا كابتن صلاح؟ لا اكيد طبعا، وفوزنا على بلاتينيوم كان عنده القيمه الكبيره، باعتبار انه احنا الظروف الاخيره في البلد وكده ما سمحت لنا باننا نعمل معسكر خارج السودان كما اعتاد الهلال في السابق. وبطولة الدوري بتاعتنا نفسها حصل لها كثير جدا من التأرجح، ففي ظل هذه الظروف لما تحقق الفوز انا بعتبره كان فوز عنده ثمن غالي جدا يعني. الحمد لله فنيا يا كابتن صلاح، في قراءات فنيه وفي متابعات لفريق النادي الاهلي سواء المباراه الاخيره او المباريات الاخيره، بتشوف النادي الاهلي ازاي؟ لان النادي الاهلي يمكن بفوز مع اداء المباراه الاخيره داخل في البطوله الافريقيه تعثر، لكن كان في ظروف صعبه في مباراه النجم الساحلي، ده ليه تاثير فنيا او بالنسبه للاستعداد بالنسبه لكم يا كابتن صلاح؟ لا، هو الاهلي يبقى هو الاهلي يعني في كل الظروف وفي كل الاحوال، ونحن نتعامل مع فريق كبير، فريق صاحب تاريخ، فريق صاحب حاضر، ولا تؤثر عليه هزيمه، مجرد هزيمه او خساره مباراه، يبقى الاهلي هو الاهلي. زادت دوافعه لمباراتنا ونحن ندرك هذا تماما وتحسبنا له. شكرا جدا لك بصلاح. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كل الشكر التقدير طبعا للكابتن صلاح محمد ادم المدير الفني لنادي الهلال السوداني. اكيد كل التمنيات لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه الغد، حضور 15000 زي ما بناكد، يكونوا دافع ويزين به استاد السلام. عوده للاستوديو طبعا. شكرا زميلي العزيز كريم احمد على هذا اللقاء الخاص والحصري مع المدير الفني لنادي الهلال السوداني.